قال وله الاستمناء بيدها، يعني المرأة مع زوجها يعني يجوز لهم الاستمتاع بكل شيء بين الزوجين مما أباح الله تبارك وتعالى، حتى لو بلغ الأمر أنها أنه يستمني بيدها، أي تمسك ذكره ويستمني، لا بأس بذلك. هذا مع أنه هو يحرم عليه ذلك مع نفسه، لكن مع زوجته يجوز له ذلك.